الله يبارك فيك. انا سعيد جدا اني كاين اليوم على اليوم 24. شكرا بزاف. اغنيه جديده شدوها، اغنيه سير رقاده، اول مره غندير هذا السيل هذا. بحكم انني الاصول ديالي من الريف فقلت فوالا غادي نجرب هذا السيل هذا، وغادي بطريقه ممتازه. يعني الحمد لله تفاعل كبير للمغاربه، لاخوتنا الجزائريين. الاغنيه لحد الان سيمانه غاديه 1.5 مليون ديال المشاهدات، تفاعل كبير من الناس. الحمد لله يا ربي، حنا ديما كنحاولوا، يعني هدف واحد اللي عندنا هو رضيو الجمهور، نفرحوا الجمهور، نخرجوا شويه من الاجواء اللي عايشين اليوم العالم ديال ستريس وديال الكابه وديال. فالحمد لله هذا هو الدور ديالنا، نعيش شويه الفرحه ومولاها ربي كيف ما كنقول. الحمد لله التصوير داز بواحد الطريقه سلسه جدا. صورته في مدينه طنجه مع المخرج المبدع ايوب بياشيل، كلمات والحان محمد نصري، ومن التوزيع كريم لوكيلي. داز كل شيء بخير. اغنيه كانت ميسره، لا في التسجيل ديالها، لا في التصوير ديالها، لا في المونتاج. والحمد لله ملي خرجنا الناس تفاعلوا معها بطريقه كبيره، فالحمد لله كانت الامور ممتازه جدا. علاش لا؟ الا كان واحد الدور اللي هو انا نكون اضافه ليه، هو يكون اضافه ليا، بالعكس هذا شرف كبير ليا. السينما المغربيه اليوم انت كتشوفوا يعني من حسن الى احسن في الاعمال الانتاجيه، فعلاش لا؟ الا جا شي دور اللي هو زوين واي نوت. حنا تحت طلب الجمهور، اي حاجه يقولها الجمهور حنا موجودين. سعد مجرد اول حاجه كنبغي نبارك له الحفل الزفاف ديالو، مبروك عليه ما دار، الله يحفظهم لبعضياتهم. وحنا كاملين على هذيك الامنيه ديالنا، ملي كيبدا الانسان يوصل لواحد السن فكيبدا يفكر يتزوج ويلقى واحد بنت الناس اللي يتفاهموا وياها ويديروا وليدات، فمبروك عليه. ونمبر 1 سعد مجرد نمبر 1، وصل الاغنيه المغربيه والدارجه ديالنا وصل للعالم العربي، فكنبغي نتمنى له كل التوفيق في المسيره ديالو. عرسي ان شاء الله فكرتش انا من غدا، بقات ان شاء الله غير نلقى شي بنيته درويشه اللي يعني تقبل بينا بالمزيان ديالنا وبالعيان ديالنا، حتى واحد ما كامل. وديك الساعه انا موجود، حتى انا خصني نبغى نطلع العماريه نتيق بيا. والله العظيم ماشي تسمع كلام قباس الكاميرا، كتجيني انا البساطه، كتجيني يعني تكون بسيطه ونتصرف نغمض. وحاجه اللي انا باغيها هو انه تكون ما كيعجبوهاش الكاميرات، يعني ماشي تكون هي كيعجبها تبقى مخبيه. انا هذه الحاجه اللي تفرحني. انا اصلا ما عنديش مع الاعراس اللي كتكون كبيره بزاف، كتجيني حفيله صغيره يعني ما بين الاصدقاء المقربين العائله، صافي هادشي اللي كاين، داكشي ديال الدراوش.